إلياس. إلياس للجيار. تقرا حكينا كيفاش ما تروحش القراية نمشي. ما اللي شغل بدتني كنت نقرا مع مساكي من التحضيري كي على جال ما حبوش يسيني كونترا حوزتني ما حبيتش تخليني نكمل القراءة وخلتني. خلاتك صافي عندك سمانة دروك ما راكش تروح ل عندي يومين ما راحش اللي قلت نقرا نهار ثلاثة راني نقرا راني نقول صحابي دوكا يباتوا لي في الفايبر باش نقرا. فوالا تري بيان. كيفاش تحس بروحك كي خرجتك المديره هذه؟ واش درت؟ راني حاسس روحي راح السيزيام عندي راح ما نقدرش ندوزو. السيزيام راح ها؟ المعامله تاع المديره هذه ولا تاع المدرسه كيفاش تاكلوا تما كيفاش؟ شايط علينا دايما كي يديروا لك شي حاجه مش مليحه والماكله ديالهم شويه مش مليحه شغل لازم ياكلوا بالسيف. ميم الا كانوا شبعانين ياكلوا بالسيف ما مش شبعانين. واش الماكله اللي دير لكم داخل هكذا؟ يا العدس اللوبيا واش كاينه هكاك برك هي ودي سيدي قالوا بلي كاين ناس اللي توجعهم كروشهم كي ياكلوا تما صح؟ صح واحد صاحبي راح داوه للسبيطار على جال العدس اللي فات فوالا ومن بعد رجع ها؟ قعد 15 يوم في الاخر في السبيطار. وقتاش هذه؟ عندها بزاف اللي فات عام اللي فات. واسمها ليكول هذه وين جات؟ مدرسة الورود في برج البحر. في برج البحري. واش حبي تقول لوزير الصحافة الناس كامل مسؤولين تاع هذا؟ لا لا خلوني نعاود ندخل ونكمل قرايتي وهذا. وهذه حبت تدير قانون وحدها ولا تحترم القانون تاع البلاد تاع الجزائر بصفة عامة؟ أنا ما دخلنيش في القانون أنا حاب برك نكمل قرايتي. كمل قرايتك ما تبكيش شوية أنت يا راك فرحان. فرحان تبكي شوية ها؟ شغل راح لي. واش حبيت تولي كي تكبر في القرايه؟ في لوت كل حاجه هكا ليسونسيال تقرا تكمل. بلادك يقول لك واحد الجزائر واش بلادك الجزائر هذه واش تسوى عندك في قلبك في عقلك؟ تقول هي اللي خلاتنا نعيش هكايا وعطتنا السكنه. صافي بليزير شكرا شكرا. ها هيا زيد قول لنا واش حبيت تقولها. ما عنديش شقه. واش حسيت نهار اللي الوالد دخل وقالت له المديره ما تدخلش؟ واش حسيت هذاك النهار؟ حسيت هذاك النهار باللي شغل ما عرفتش. حقرتنا. ونهار اللي ماماك جات تديك وقالوا لك ما تروحش ما خلاوكش تروح حتى تزقي لماماك قالوا لك هكذا؟ قالوا لي هكاك باش زعما ما يخلونيش نروح حتى وين هي تروح. حتى وين هي تجي سادي زونبري لونوطاج. حتى هي تجي باش تسيني كونترا. فوالا حكموا الطفل ونوطاج قالوا له ما تروحش بالطوموبيل خاطر جاي في معها 4:30 هاو لك الطفل يقول لكم قالوا له ما تروحش زقيو لها زقيو لها تجي تسيني حتى قلت لها كل ما تطلقوش الطفل زقي لها بوليس. هاو لك الطفل يحكي يعني لا فيزي سور لا بوش دي زونفون واش قالت لك؟ قالت ما تروحش عندهم. قالت لي ما نروحش من بعد حتى وين حتى قال قالت لهم ما نجيش حتى وين تبعته لي تبع يجي كي جيت زعما انا قالت لي قف الطوموبيل ما لي والو صا فوالا على بلي ان انفون اون لونطاج فاش جات عليه كول تاعو ما تروحش لها باسكو قالت لي روح تسيني قلت انا ما نجيش نسيني حاجه غير قانونيه نجي نفهموا على الهضره قالت لي نو نجي الو واش داروا لعبوا على العواطف مع يماهم يماهم هي اللي جيت ريكيبيني من في الخدمه الو لا ديسكسيون تيليفونيك صارت معايا بصح كوم على بالهم باللي يماهم تدخل تتعاطف قالوا لها مدام جي روحي تسيني كونترا باش دخلي ولادك. انا كنت وصيت مرتي في التليفون بلي اوكي ما تروحيش تهضري معاهم سي موا انا هو اللي غادي نواجه هذه المدرسه الو ما حبوش يمدوا له الطفل قلت لك ما تروحش للطوموبيل حتى اللي ما كتجي. انا قلت لهم قولي لهم ما تجيبوش الطفل ما تطلقوش يجي نزقي لابوليس باش هذيك الساعه طلقوا. أروح 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 نصور معها هكذا صوروا معها هكذا هيا صوروا هكذا كيف باش تبقاو في التاريخ. كيفاش هذوك لي زاكتور ها؟ سوبر هذا الدرع هذا الدرع فريمون ارميل سنك سي لا فامي كومباتونت ها؟ سوبر